ويعطيكم الصحة. شكون اتصلي بينا؟ صحتي لينا. أو شكون معانا؟ منين كتصلي بينا؟ رحبتي بينا؟ ما قلتليش شكون أنت؟ أنا الأخت نادية، راني كلمت فيكم من دالي إبراهيم. مرحبا بك. هكذا أنا نادية إبراهيم. ناس دالي إبراهيم. الله يسلمك يعيشك، مانيش بعيدة عليكم. جوزي تشربي قهوة جوزي؟ نبين طيبة قهوة اليوم. جيبي في ديك الكواسون والكاطو برك. الاخت ناديه، واش يعجبك في حصه تاعنا سوي على لايف؟ يمكن راك تابعتها يعني يوميا. يعني فعلا يعني شوف الحصه راهي ثقافيه وراهي تعلم فينا بزاف حوايج ما كناش نعرفوهم ورانا نتعرفوا عليهم. يعطيكم الصحه يعني فعلا يعطيكم الصحه. واش المواضيع اللي حابه تشوفيها معانا؟ نعم، مواضيع اللي حابه تشوفيها معانا واش تقترحي علينا؟ شوفي والله كل مواضيعكم والله غالي تري انتريسونت. انا شنو قاعده، راني قاعده في الدار كل يوم العشيه نستناكم على الربعه تبعكم، كل يوم كاين موضوع جديد وسانسيرمون كاين بزاف حاجات ما كنتش نعرفهم تعرفتهم معاكم. الله يعني ربي يكمل، يعني راكو تثقفوا في الناس اللي قاعده في الدار. يعطيكم الصحه. الحمد لله، هو الهدف. ربي يسلمك، شكرا كثير لك مدام ناديه بك. باعتبار انه اليوم ربطناها شويه بنهايه السنه، حكينا شويه على شخصيات العامه ولا الشخصيات اللي اثرت في هذا العام، وكريم بوباكور اليوم جانا موضوع جد جد مهم متعلق بالسنوات التقويمات. التقويمات يعني الاعوام اللي عند الشعوب الاخرى كما نقولوا. كاين تقويم عنده 7000 عام يعني قدم. انت يا سنه 2021 كيفاش اثرت عليك ايجابيا سلبيا، خصوصا مع جائحه كورونا في ظل هذه الجائحة؟ شوفي والله يا اختي، شوفي السنة كانت شوية صعيبة ويعني تعبتنا، بصح كما قال واحد مهما كان يحكم غير الايجابيات ينسى السلبيات تاعها. صح، يعني كان فقدنا الناس كانوا احبابنا، كانوا من العائلة اصحابنا. المرض دزنا عليه كما قال واحد، دار على كل دار، كل واحد شاف المرض. بصح من كل هذا واحد يقول الحمد لله ويحكم الايجابيات. الحمد لله ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي يدخل علينا العام 2022 بالخير والهنا. آمين. والصحه. آمين. وان شاء الله يا ربي الهنا ولا بي سورتو بور لو بيي بور تو الموند. ان شاء الله ان شاء الله. نحن نتمنى لك كل الايجابيات في عام 2022 ان شاء الله. الله يسلمك ويبوي كما يقول واحد، يعطيكم الصحه بوكو دغيسيت ان شاء الله، وان شاء الله من اعلى الاعلى الاعلى الاعلى، ويعطيكم الصحه يا عيشة. كاش فواياج مع الغيفيون؟ ان شاء الله ان شاء الله. مانا نقولها في فواياج وفي الغوبو. لا لا، يعطيك عندك الحق. شوفي والله يقول لك شوفي لي فواياج يزيدوا من العمر ولا غير يزيدوا. صافر ليه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. نشكرك على المرور تاعك معنا.